نبدأ الجولة من صحيفة السوداني ومنها نقرأ: البنك المركزي يضخ مبالغ بالنقد الأجنبي لمقابلة الاستيراد. في تفاصيل الخبر، أعلن بنك السوداني المركزي عن ضخ مبالغ بالنقد الأجنبي لصالح البنوك التجارية لمقابلة احتياجات عملائها بغرض الاستيراد. وجه المركزي البنوك بتسليم الطلبات ابتداء من الخميس المنصرم 24 من مارس وحتى 11 من صباح اليوم الأحد 27 مارس، شريطة أن يتم التقديم عبر الراجعة الإلكترونية، وأن يكون الطلب لمقابلة احتياجات حالية وليس لسداد مديونيات قائمة. قال مدير عام أحد المصارف السوداني فضل حجب اسمه، قال إن الغرض من الضخ توفير نقد أجنبي للمصارف لتقليل اعتماد العملاء على السوق الموازي في توفير احتياجاتهم منه وتقليل الطلب عليه، مشيرا إلى أن هذا التدخل من البنك المركزي يؤكد تخوفه من انفلات أكثر في سعر الصرف وزيادة تفاقم نشاط المضاربة فيه. يسعى للضخ لتوفير عرض يخفض الأسعار الراهنة. بداية أستاذ الجميل، ضخ مبالغ من النقد الأجنبي للمصارف، هل ستساهم هذه الخطوة في محاصرة تراجع العملة الوطنية؟ هذا النوع من الحلول أنا في تقديري أنها حلول مؤقتة، يعني محاولة إنه تسد نقص أو عجز في طلب الاستيراد. العلاقة هي قانون العرض والطلب، لطالما أن هناك طلب لأغراض الاستيراد. معلوم أن الاستيراد يبلغ في الحجم الكلي سنويا نحن بحاجة إلى 8 إلى 9 مليار حجم الاستيراد للسودان، وهذه الحلول حلول مؤقتة وتبعيدية وحلول تجزئية. أنا في تقديري أنها كأنما هناك مسكنات للحالة لا أكثر ولا أقل. هذا يمكن أن يعطي مؤشرات لأسباب لعوامل نفسية للتراجع النسبي والتراجع المؤقت. أحيانا حتى المضاربين في أسواق العملات يمارسوا هذه التكتيكات من حين إلى آخر في محاولة التراجع الذي ينتج في سعر العملة الوطنية. يتم لأغراض تكتيكية بقصد استحصاد بعض هذه الأموال وبأسعار معقولة إلى حين. يعني هذا المؤشر لا يعني أن الحالة هذه ستذهب في اتجاه استقرار سعر صرف العملة الوطنية. البنك المركزي مارس هذا التدخل اضطرارا. البنك المركزي أعلن النأي بنفسه عن تحديد سعر العملة والدخول في هذا المضمار، لكن يبدو أن الارتفاع الذي صاحب العملات الأجنبية وبخاصة الدولار دفع البنك المركزي دفعا لأن عبر المنشورات التي يصدرها للتدخل من جديد. نعم. طيب، قبل أيام تم إعلان أن احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي تبلغ 139 مليون دولار فقط. من أين حصل البنك المركزي على الأموال التي سيضخها اليوم في المصارف؟ ولا توجد إجابة واضحة وكاملة ومؤكدة وموثقة. حتى هذا الرقم الذي ذكر هو أتى في إطار التسريبات، لا أحد يستطيع أن يعرف بالضبط ما هو حجم كتلة النقد الأجنبي بحوزة بنك السودان. هناك أيضا ما جرى الترويج له من أن بعض الودائع أتت من قبل الأمارات، حديث عن دولة جنوب السودان، تم المملكة السعودية، تم بعض النفي أيضا لهذه التسريبات. اللعب على العامل النفسي هو أيضا محاولة لإيجاد حلول ظرفية ومؤقتة لا تستمر ولا تصمد طويلا، لكن أنا في تقديري لا توجد إجابة قاطعة حول من أين استطاع بنك السودان أن يوفر بعض النقد لتمويل طلبات الاستيراد. القضية ليست أيضا في مجرد طلبات الاستيراد، هناك حاجات للأشخاص والأفراد.
نعم. في العلاج، في قضية السفر إلى الخارج، في مسائل تتعلق يعني الحوجة للنقد الأجنبي ليست قاصرة فقط على حاجة سوق الاستيراد، لكن سوق الاستيراد هو الذي ربما المبرر أنه سوق الاستيراد هو أكثر الأسواق استهلاكا للنقد الأجنبي وبأرقام كبيرة جدا. لكن دعنا نعود إلى لب الخبر. الخبر فيه منشور من البنك المركزي، هذه المنشورات تكررت في الفترة الماضية أو في الأيام القليلة الماضية. هذا التكرر من المنشورات للبنك المركزي بخصوص النقد الأجنبي ومقابلة العملة وهذا التضخم في مسألة العملة، ألا يربك المشهد ويزيد المسألة تعقيدا؟ نعم صحيح، هو مؤشر لعدم استقرار حركة سوق النقد الأجنبي وعدم استقرار في السياسات نفسها التي المعلنة من قبل البنك المركزي، خاصة أن البنك المركزي قد أعلن عن ما يشبه تعويم الجنيه السوداني وبالتالي الابتعاد والنأي تماما عن الدخول وفق الآليات المعروفة للتحكم في سوق النقد الأجنبي. لكن تعدد المنشورات يعني أن هناك حالة مضطربة في سوق النقد الأجنبي، وهناك بعض الظروف التي اضطرت البنك المركزي الآن لإصدار كثير من المنشورات، ربما بعضها يناقض بعض، ربما أن بعضها لم يفي بالقرض وبالتالي هو أصبح بحاجة لإصدار منشور آخر يلحق منشوره الأول، ولكن هذا المؤشر يدل على عدم استقرار في السياسات وعدم استقرار أيضا في النتائج التي يؤكد الواقع في حركة السوق.